نتمنى عودة جميع إخوتنا النازحين والمهجرين، ونتمنى من إخوتنا من المسيحيين العودة إلى هذه المدينة العريقة التي لطالما تآلفوا مع كل أفراد وأبناء ومسميات الشعب العراقي في هذه المحافظة. كل عام وشعبنا بألف ألف خير إن شاء الله. يعني مطالبنا كثيرة ما راح يحققون لنا كل شيء منها، نريد شيء من مطالب وحدة، يعني يجون يدحقون على هذا الشعب التعبان وهم ما راح يجون يعني، ونتمنى الشغل يكون أحسن وأحسن لأن الشغل حيل تعبان ورجلي صار له 3 سنين بطال. نريد اعمار بيوتنا مهدمه، يعني هسه قاعدين ببيوت واقعه، نحن بيوت هيكل وقاعدين بينه، يعني هسه اذا تمطر نحن نطوف. خلي جون يشوفون معاناتنا، نحن 2019 مثل ما عن نفرح، خلي يفرحونا نحن بالذات، نحن جانب الايمن كله ما عندنا فرحه، نجي نحتفل من الايمن على ايسر.